انا هتكلم دلوقتي علشان يعني كذا حد سألني فيها وهي مش مفهومة، مش سهلة تتفهم، بتاع موضوع اللي هو complement in production. complement in production اللي هو product that should be produced together، زي قلنا المثال العربية قطعة غيار العربية car and spare parts. هنحدد قطعة غيار العربية نخليها حاجة مثلا عشان ما تبقاش كلمة عامة كده، نقول مثلا اسمه ده مراية العربية او فلتر زيت العربية. تمام، العربية بيبقى لها فلتر بتاع الزيت، كل عربية ليها فلتر زيت خاص بيها، ماشي، وبيتغير كل فترة، ده قطعة غيار. قبل ما نخش في الحتة عشان نفهمها، هنرجع مثلا نقطة تانية من factors affecting supply اللي هي قلنا ايه future price expectation، عشان برضو اتنين دول بيلخبطوا. future price expectation تمام في السبلاي، واتفقنا لما بنقول السبلاي بننسى الديماند، ولما بنقول ديماند بننسى سبلاي. فاحنا نيجي في السبلاي هنا، لما الراجل السبلاير البروديوسر بيعرف ان السعر هيغلى كمان شهر، بيخزن البضاعة عنده يفضل ينتجها. في فرق ما بين انتاج وايه والسبلاي، السبلاي ده تلاقيها في السوق، انتاج في المصنع ممكن يصنع 1000 قطعة ويخليها عنده، يبقى ما فيش سبلاي. فهو لما بيعرف كمان شهر مثلا السعر هيغلى خزن، فتلاقي السبلاي ايه معناها تخزن، معناها السبلاي قل في اللحظة دي. هو دايما لما بيديك السؤال بيتكلم على اللحظة دي، يقول لك لو سعرها هيغلى كمان شهر ايه اللي هيحصل، تقول له السبلاي على القطعة دي عليها هيقل، لان البروديوسر هيقل، يقول لك ايه استنى شهر، بدل ما اكسب في القطعة جنيه هكسب فيها جنيه ونص مثلا. تمام، فده اللي بيحصل. لكن لو قال لك السعر اوريدي غلي دلوقتي، غلي هتعمل ايه؟ سبلاي دلوقتي هيزيد، خلاص هزودها دلوقتي كتير عشان انا خلاص اكسب اكتر. تمام، فنرجع بقى دي كده نقطة الفيوتشر اكسبكتيشن. برضو لو السعر قدام هيرخص يبقى السبلاي حالا هيزيد عشان الحق ابيع بسرعة بالسعر غالي قبل ما ترخص. ده واحد. النقطة بقى اللي احنا عايزينها كومبلمنت ان برودكشن بقى دي عشان نفهمها، قلنا قطعة غيار العربية اللي هي ايه زيت الفلتر الزيت او تيل الفرامل والعربية، قلنا السبلاي بتاع سعر العربية، سعر العربية غلي، فالراجل اللي بيصنع العربية هيعمل ايه؟ هيصنع اكتر. فلما يصنع اكتر ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي هو كل ما بيصنع مثلا، هو مثلا في الطبيعي بيبقى له معادلة، هو هيصنع 1000 عربية لازم يصنع معاهم مثلا 10000 فلتر زيت وتيل فرامل. تمام، لازم عشان دول يركبوا في دي، غير ان دول كمان مش يعني دي الـ1000 اللي هم 10000، لان غير دول مع الاستهلاك العربية دي كل فترة لازم تغير لها تيل، مثلا كل 10000 كيلو هتغير لها فلتر زيت، كل مش عارف 20000 كيلو هتغير لها تيل. فدي قطع غيار هتفضل تتغير تتغير وتستخدم، فهو بينتج 1000 عربية، راح لك قدامها مثلا 10000 تيل وقطعة فلتر زيت. فدلوقتي هو زود العربيات اصلا اوريدي عشان سعرها غلي من 1000 لـ2000، فاوريدي هيزود معاها سبلاي، هيزود معاها ايه التيل والفلتر الزيت، هيزيدوا هينتجهم اكتر عشان يكفوا العربيات دي. فساعتها السبلاي، لو العربيات السبلاي بتاعها في السوق زاد، يبقى السبلاي بتاع قطع الغيار لازم يكون زاد. فهو يجي لك السؤال دايما يقول لك ايه مثلا، يتكلم زي ما احنا كده، مش هيكلمك عن العربية، هيقول لك مثلا فلتر زيت العربية، يعني الماركت بتكلم عن فلتر زيت العربية فوق كده، الماركت بتكلم عن فلتر زيت العربية ماليش دعوة بالعربية. تمام، الماركت فوق فلتر زيت العربية او تيل الفرامل بتاع العربية. يجي السؤال تحت يقول لك سعر العربية غلي، ايه اللي هيحصل؟ انت طبعا بتتكلم دايما في الاسئله دي عن السؤال، الهيد بتاع السؤال اللي هو الماركت بتاعك، الماركت بتاعي عن زيت العربيه، فلتر زيت العربيه او التيل فرامل، السبلاي بتاعها هيزيد. ما دام ليه بقى انا افكرها ازاي، اقول ايه ما دام العربيه سعرها غلي يبقى السبلاي بتاعها، بننسى الديماند، مانيش دعوه الناس هتقول غليت مش هتشتري والكلام ده، بننسى الديماند، سعر العربيه غلي، فالراجل كسبلاير بيفكر انه يكسب اكتر، فزود ايه انتاج العربيه، فسبلاي كتير للعربية في الشيء، يعني تلاقي العربية بقى ليها سبلاي كتير عشان يكسب. تمام، ايه اللي هيحصل بقى في قطع الغيار اللي هما التيلو؟ برضو السبلاي بتاعهم هتلاقيهم زاد. اتمنى ان اكون ايه الناس فهمتها ببساطة كده، ان انت عشان بتنتج العربية لازم، احنا قلنا البرودكتس دول لازم ينتجوا مع بعض، فانت بتنتج ده وده مع بعض في نفس العملية الانتاجية، فانت زودت انتاج العربية فزودت انتاج قطع الغيار، سبلاي العربية مع سبلاي قطع الغيار زائد. شكرا.